اقول لك حلو التثدي للرجاله. بصوا بقى، لو الراجل حصل له ثدي كبير، حاجه من اتنين، يا دهون عشان كرشه فيه دهون، فصدره هيبقى فيه دهون طبيعي، او الاستروجين عالي فمش ياخد الشكل اللي هو التثدي، لا مهما يخس مش دهون، لا مش دهون، ده واخد شكل غريب كده، التثدي جاينيكوماستيا. ده عباره عن ايه؟ استروجينك عالي يا كبير، احد يعني في ناس كتيره بيقولوا ملوش حل للعمليات، انك تشيل الحته اللي عامله تثدي في الرجاله بس. ماشي، قبل ما توصل للعمليه عندنا يعني عندنا حاجات نعملها، ما تروحش العمليات كده على طول يا كبير. اول حاجه نظف جسمك من الاستروجين. اعمل ايه؟ لو بتاخد صويا ما امنع الصويا خالص، منتجات البان امنعها خالص، لو انت بتاخد فراخ اكيد متهرمنه امنع الفراخ خالص، امنع اي فيها حاجه هرمونات خالص، امنع مش امنع بقى، خد الحاجات اللي تنظف الكبد من الاستروجين، خد يود بينظف الجسم، خد سيلينيوم ينظف الجسم، خد كلوريلا تنظف الجسم، خد ايه تاني؟ البروكلي والارنبيط والبروكسل سبراوت واللي هو كرنب بروكلي الصغير ده والمكه، كل ده بياخد الاستروجين يكسره في جسمك، ما يبقاش في عندك استروجين. فانا كده منعت السورس اللي هو الجينيكوماستي، ان الصدر يبقى زي استروجين عالي وزي النساء، منعت. تاني حاجه خس، ما هو اكيد في دهون، خس اعمل رجيم بقى باي طريقه من اللي احنا قلناها قبل كده. تالت حاجه العب رياضه، حوله كتله عضليه، حوله عضلات، ده لو اتحول عضلات الجينيكوماستي هتبقى صغيره كده، تبقى سهله علاجها. يبقى اول حاجه امنع الاستروجين، نظف جسمك، امنع سبب الاستروجين العالي، خد الحاجات اللي تنظف الاستروجين، العب رياضه، خس بس، واطلع بقى الساحل الشمالي اعمل اللي انت عايزه.